اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده سمك، ولما نقول خليها سمك اكيد بتركايه المغازي وبطعم تاني وبشكل تاني وبرده تكلفه قليله جدا، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. السمك النهارده بتاعنا بوري من خير مزارعنا، هنعمله مشوي النهارده على طريقه الخاصه اللي هتعجب حضراتكم. البوري بتاعنا النهارده الجميل الحلو، هنشوف ايه مشاكل الزفاره اللي فيه وازاي السمكه هتبقى لطيفه وجميله واكل كل حته فيها بدون ما احس ان فيها اي زفاره. معانا بوري النهارده هنعمله مشوي في الفرن. معانا شوربه السي فود النهارده، ولما اقول سي فود يعني جمع، يعني اكتر من ثلاث حاجات، يا اما قشريات يا اما رخويات يا اما اسماك. احنا معانا شويه كاليماري وشويه كابوريا وشويه جندفلي، هتبقى شوربه لطيفه وبسيطه. ولكن مش قصه مكونات الشوربه، قصه اللون، الشوربه بيبقى لونه ابيض ازاي وكريم ازاي واخده القوام، هي دي التركايه، انما المكونات دي ما تشغلنيش. معانا رز النهارده، هنعمل رز بالبصل والشبت، هيعجبكم ان شاء الله، لان سفره عليها سمك يبقى عليها رز، ولكن رز مصري هنعمله بطريقه جديده النهارده. السفره كمان محتاجه طبق سلطه خضراء، في ايام الصيف يا اما الايس كريم يا اما السموزي يا اما العصير المثلج، وكمان السلطه الخضراء تطلع من الثلاجه فيها تبريد كده لطيفه، وخاصه اللي كانت محتوياتها خيار وطماطم وبصل والجرجير، ده مفيد جدا مع السلطه الخضراء. خلينا نعمل شويه رز دلوقتي لان السفره دي بجد محتاجه لشويه رز. بس الرز بتاعي النهارده مش هتلاقيه لا في مكان لا في مطعم ولا في أي مكان في الدنيا، لأن في تركاية محصورة للشيف المغازي فقط حصريا. رز مصري مغسول واتغسل واتصفى ومنقوع معانا اهو، صف منه المية، بصلاية ناعمة وفص توم، بصلاية ناعمة وفص توم ومعلقتين زيت ومعلقة من الشبت. تعالوا نشوف هنعمل الرز ده مع بعض ازاي سريعا. التركاية دي مش موجودة غير عندنا وبس، معلقات الزيت الصغيرة طبعا الكل دلوقتي فيلسوف فيقول لك يعني ايه التركايه؟ هيعمل ايه يعني؟ جايب سمكه وقار مثلا ولا هامور وسلقها وهيعمل بها الرز؟ اصبر على رزقك يا راجل يا طيب. بصلايه ناعمه عليها فص ثوم ناعم، تحميره حلوه، اللهم صل على النبي، حلو الكلام؟ وهي بتتحمر كده يا عم الشيف عليها الايه؟ سنة الشبت الصغيرة. ما نكترش، حرامي ده بيسرق الطعم. أنا عايز بس أغير طعم البصلية في الرز. فإدت لها معلقة شبت صغيرة، خلي بالك وحمر كده زي الفل. مكعب زبدة يساعد على إحمرار البصلة سريعاً، مدرسة المغازي. تعلميها دي، تقعدي تحمري في البصلة ساعة وإيدك توجعك من التقليب. والغاز يخلص وتقف في المطبخ كتير والبصله مش عايزه تتحمر، تقولي البصله دي لحمه جملي ولا ايه؟ مكعب زبده في حاله تحمير البصله يساعد على احمرارها وتبقى شقره اللون. حلو الكلام؟ حاضر يا فندم. كده كده هنطلعها من الفرن دلوقتي. مخرجنا بيقول لي عايز اشوف السمك. عاجبك انت رصه السمكه كده في الفرن والجو الحلو ده؟ تعالوا نعمل الرز. ناخد الرز بتاعنا الجميل الحلو ده كده ونحطه على الخلطة اللي أنا عملتها دي كده، ونخلوهم يتقلبوا مع بعض كده يتعرفوا على بعض. أنا عايز اللي بيشاهدنا دلوقتي وبيشوفنا في كل أنحاء العالم، الفضائية المصرية متشافة في كل الكرة الأرضية، القناة الأولى متشافة في كل العالم، كل دلوقتي يفكر يقول لك الشيف المغازي هيعمل إيه؟ هل هيحط يا ربي من شوربة السي فود على الرز؟ طب كده يعني ما احنا عايزين نشرب الشوربه دي مع السي فود اللي بيغلي ده. طب هيجيب منين؟ ما يحط ميه كده الرز ده مش هيبقى له طعم، كانك عامل كشري. شفت البصلايه راحت فين؟ والتومه راحت فين؟ وانا شغال. ومعلقه الشبت الصغيره راحت فين؟ واسيب الرز كده يتحمص على النار ويغني ويقول عطشان يا سمراني يسقيني محبه. حلوة وانا شغال. حلوة زي الفل. الملح، نظبط الملح، نظبط الملح كمان شوية كمان شوية، تقليبة صغيرة تقليبة صغيرة كده، الرز جاهز. حلوة. اخبار السي فود ايه؟ بص انا اعمل ايه بقى مخرجنا جميل، تستاهل
تستاهل الابداع ده. لا 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 دلعني دلعني بالله عليك دلعني دلعني. هو ده هو ده. شفت بقى الرز؟ شويه رز تدور في الكتاب مش هتلاقي، تدور في الكراس مش هتلاقي، تدور على جوجل مش هتلاقي. هتلاقي فين؟ المغازي. هو ده. الله، الرز عطشان هنا زي الارض العطشانه كده لما نسقيها. اهو بص هو ده خلاص. شرب السي فود وطعم السي فود وخبره السي فود وتومه السي فود وطعم السمك البوري من خير مزارعنا. بس خلاص زي الفل تمام. نزود الميه بتاعتنا عيارنا العادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلاص ونقلب الخلطه دي كلها مع بعضنا. بصراحه انا لو قاعد على السفره والله العظيم هاكل الرز وما هاجي جنب السمك. انا خدت طعم السمك في الرز خلاص. وغطي الحله اللطيفه دي واسيبها. الله، الف هنا وشفا للي ياكل. ايه الجمال ده؟ الرز اخباره ايه؟ بص على الرز يا ويلي. لا لا كل ده كوم وشوط الرز دي لكم. شفت الحلاوه دي؟ الله اللهم صل على النبي. حلو قوي. نغرف الرز ده؟ يلا نغرف الرز ده. الف هنا وشفا للي ياكل برضه. يستاهل والله. كل السرافيز لو هي بشكل السمك تبقى حلوه. زي ده كده مثلا. الله، دوري في الكتاب دوري في الكراس مش هتلاقي الطعم ده. الف انا وشفا. خلص الرز، طبق السلطه بتاعتي مكوناته من قلب التلاجه، خيار متقطع، طماطم، بصل، جرجير، دايما مع السيفود بيبقى له مذاق تاني وطعم تاني. شويه الرز عاجبيني قوي على فكره، فيهم خبره طهويه بالشكل ده كده. العود الروزماري ده برزنتيشن عادي حط كده، قرن الفلفل ده اتحط كده، يعني الشكل مطلوب. عود الشبت ده كده، الف هنا وشفا، سلايز ليمون ده كده. سفره بسيطه سهله طعمها مختلف، مش مكلفه ولكن فيها فكر طهوي. قصه عمل الرز بالطعم ده بالتاكيد هيكون مختلف معاكي. شوربة السي فود بقوامها بشخصيتها بالقشريات بالرخويات بتاعتها. عمنا البوري اللطيف من خير مزارعنا اللطيفة اللي بنصدره للدنيا كلها اتعمل بتكنيك عالي لطيف. وشوفنا التركية بتاعته، الطاسة لازم تكون سخنة أو الصينية وياخد التتبيلة مع الزبدة والزيت. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.